نظم مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات ندوة ضمن سلسلة حوارات فكرية بعنوان بين الشهادة والردع، حرب إيران اللاتناظرية. تحدث فيها الدكتور ميتشل بيلفر رئيس مركز المعلومات الأوروبي الخليجي في روما عن تبعات مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني في غارة أمريكية مطلع العام الحالي، بحضور عدد من المسؤولين والدبلوماسيين والباحثين ومنتسبي الجهات الرسمية. ندوة سياسية وأمنية علمية تناولت أحد أبرز الأحداث في مطلع العام الجديد، اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وتداعيات اغتياله الأمنية على منطقة الشرق الأوسط، ضمن سلسلة من الندوات والفعاليات العلمية التي ينظمها مركز دراسات بشكل مستمر طوال العام. في مركز دراسات ولله الحمد تم تنظيم العديد من الحوارات الفكرية وورش العمل المتخصصة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والطاقة، وتعتبر هذه الحوارات المتميزة التي حظيت باهتمام واسع من قبل الشرائح الوطنية، ويواصل المركز تنظيم هذه الفعاليات التي من شأنها إثراء النقاشات حول مختلف القضايا، كون المركز بيت للمعرفة. الحضور الدبلوماسي والسياسي والأمني في الندوة حظي بفرصة متميزة للاستماع إلى شرح علمي عن السياسة الإيرانية الهدامة في المنطقة، والتي ارتكزت على عمل الجماعات الإرهابية التابعة لها، والذي مكنها من افتعال الأزمات والقلاقل الأمنية في العديد من دول المنطقة والعالم. القرار الأمريكي في عملية إخراج سليماني من هذه المعادلة، ولماذا اختارت العراق تحديدا؟ فالعراق جزء مهم من تركيبة هذا القرار، هذا أولا. ثانيا، كان بالإمكان تصفيته في سوريا، لماذا لم تقدم الولايات المتحدة على ذلك في سوريا وهي أرض مستباحة؟ فالرسالة ليست فقط لإيران، إنما الرسالة للمحور الإيراني وشركائه الاستراتيجيين. الندوة اليوم يدل أن في دور واضح للمراكز الفكرية في المنطقة، ونتمنى أن دور المراكز الفكرية يتكلم عن مواضيع تعتبر حساسة ولكن تخدم المجتمع في توعية بعض القضايا الدولية والمنطقة وفي الإقليم أيضا. سبل مواجهة الممارسات الإرهابية للنظام الإيراني طرحت خلال محاور الندوة، نظرا لما حظيت به من اهتمام دولي كبير في الفترة الأخيرة، وذلك بهدف ردع طهران عن تهديد الأمن والسلم الدوليين وفق الأسس القانونية والأعراف المعمول بها دوليا. العصف الذهني البناء والمراجعة العلمية التي شهدتها هذه الندوة أبرزت الأهمية الكبيرة لطرح مثل هذه الموضوعات البارزة في إثراء النقاش البناء والطرح الموضوعي لمختلف القضايا في أجواء تفاعلية رحبة. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.